السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية إن شاء الله، ابتداء من زوال اليوم والأيام القادمة إن شاء الله. فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدينا الكرام، فإذا كنت تشاهدنا لأول مرة فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم جزيل الشكر. والآن سننتقل مباشرة إلى التفاصيل، وبالنسبة إن شاء الله للفترة المسائية أجواء مستقرة إلى قلة سحب مع رياح قوية الواجهة المتوسطية والسواحل الغربية للمملكة، مع احتمال تساقطات مطرية إن شاء الله ابتداء من الفترة المسائية خصوصا على المناطق التالية كاللي يشير لها النموذج الأوروبي. كما تشاهدون الإخوة الكرام تساقطات مطرية حاضرة على عدة مدن من المملكة إن شاء الله مساء اليوم على المناطق المعنية والمدن، فهي وجدة، بركان الناظور، والحسيمة، دريوش، إيساقن وتاونات، قرية أبو محمد، وزان، العرائش، طنجة، تطوان، والقنيطرة، سيدي علال، تازي، سيدي سليمان. أمطار حاضرة كذلك إن شاء الله على تاونات، قرية أبو محمد، سيدي سليمان والرباط، وربما كذلك بعض الأمطار على الدار البيضاء، بن سليمان، والخميسات، ومكناس، وفاس، مرتفعات الريف، والواجهة المتوسطية. مع مرور الساعات سوف تصل هذه التساقطات المطرية حتى الخميسات، مكناس، وكذلك سكور مداز، ربما إفران وتازة وتالا وتاونات، وكذلك أمطار حاضرة على تاوريت وقرسيف وساك أكنول وإيساقن والدريوش الناظور بركان وجدة جرادة والحسيمة وإيساقن. أمطار إن شاء الله سوف تشهد المملكة هذا المساء على هذه المدن التي ذكرنا لكم، احتمال هبوب رياح نسبيا قوية. يوم الخميس أجواء عموما ستبقى صافية إلى قلة السحب في معظم مناطق المملكة بالنسبة ليوم، كذلك السبت، وكذلك الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وكذلك الجمعة أجواء مستقرة إلى قلة السحب. الله يرحم فينا إخواني الكرام، تحية طيبة للجميع، عودة أمطار الخير على المناطق التي ذكرنا لكم إخواني الأعزاء.